موجودين يعني مش عارفين ندشرهم، بس هذا أمر. وضع الأسرة اللي تركتهم كيف؟ هو صعب 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 على آخر صعب الوضع، يعني ما أقدرش أوصف الوضع جوا قد ما هو صعب. كيف يعني؟ اشرح لنا شوي. يعني تطلعش من الغرفة، ما فيش أكل زي الخليج، ما بجيبلكش وجبات طعام منيحة، يعني ما فيش إشي، يعني حالة تجويع على آخر، ما فيش إشي منيح جوا السجن، الوضع مأساوي على آخر. كنت بأي سجن؟ في عوفة. قديش خلوكم تنتظروا عشان تطلعوا؟ من الصبح أخذونا الصبح وخلونا في الغرفة أبتنيها ولحد ما طلعونا هالكي. رسالتك لغزة. إيش طلع؟ وقعوكم عوراء؟ طلبوا منكم إشي؟ نعم؟ وقعوكم عوراء؟ قالوا لكم أي شيء؟ إن يعني إذا بستكبلوك ناس أو إذا بتسوي أي شيء بنرجعك على الحبس على السجن. يعني تهديد بأنه لا تقام احتفالات؟ أيوة، تهديدنا إذا استكبلوك ناس أو بلكوك حدا غير أهلك بترجع على السجن، بنرجعك على السجن. طب أنت قديش عمرك؟ أنا 17. ومحكوم؟ ومحكوم. قديش محكوم؟ وكنت محكوم 9 شهور. طب والأسرة في سجن عوفر بشكل عام، الأسرة اللي وصلوا معك كيف وضع؟ الأسرة اللي وصلوا معك كيف وضعهم؟ لكم معي؟ والله ما بعرف وينهم، بس الوضع صعب جوا السجن، يعني وضع صعب صعب على آخر صعب، يعني ولا واحد بيعرف عن إشي، معزون على العالم. سلامة، تعرفين على حالي؟ أنا أسيرة فلسطين فريد نجي من مدينة نابلس. الحمد لله، يعني مثل ما حكيت من قبل، الحمد لله شعور كتير كتير، يعني مش قادر يعني أوصف الحمد لله. وهي حبستي الثالثة، الحمد لله إلي نصيب، الحمد لله أروح بصفقة، يعني بصفقة مشرفة الحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله يا رب الشكر لأهل غزة طبعا لمقاومتهم، والله يصبر يا رب نسائهم وأطفالهم، يكون ربنا معهم عن جد. يعني إحنا عشنا يعني معاناة، بديش يعني أحكي لك شي المعاناة اللي عشناها. عشنا يعني 50 يوم يعني لا مي، كنا نشرب من مية الحنفية، يعني يزلونا لا أكل لا شرب مثل العالم والخلق. وإيش سحبونا اليوم، يعني لو تشوفوا وزلونا بالطريق، زلونا زللان، يعني سحبونا من إيدينا، يعني سحب زي بديش أحكي لك زي إيش، يعني رمونا بالزنازين وخلونا يعني نستنى وكل شوي ندق على الباب، وأنت بدكم تطلعونا، أنت بدنا نخرج. يعني عن جد إشي الحمد لله ما صدقنا إحنا نخلص من هذا الإشي. وإن شاء الله بإذن الله تعالى إنها الدفعة الثانية راح تكون بإذن الله، إنها بكرة بإذن الله تعالى. مجموع السنوات اللي قضيتيها في السجن؟ تقريبا أنا الحمد لله ما إلي، بس أنا يعني هي حبستي الثالثة، كله على بعضها 9 سنين، يعني كله على بعضها، يعني حبساتي الأولانيات الأولى 4 سنين والثانية 4 سنين كمان، وحبستي هاي يعني 1 سنة و3 شهور، يعني مع بعض 9 سنوات الحمد لله رب العالمين. وكان المفروض يعني كان المحامي رح يحكمني يعني آخر شيء 3 سنين ونص، الحمد لله روحت قبل 3 سنين ونص الحمد لله رب العالمين. طب كيف بلغوكم إنه أنتوا رح يتم الإفراج عنكم؟ طبعا إحنا كتير كتير لعبوا بأعصابنا، ومن زمان يعني من 2 3 أيام لما عرفنا إنه في صفقة، وكنا نتبع عن الراديو إنه يعني في صفقة، ف يعني صرنا دائما يعني نسالهم امتى يعني بدنا نطلع، في اسماءنا موجوده معهم، ما حدا يقبل يخبرنا ولا شيء ولا شيء. لحتى بنفس اليوم لما طلعت الاسماء وحكوا انه دخل الهدنه دخلت حيز التنفيذ، اجوا سحبونا عند 8:30، كان الساعه 8:30، سحبونا يعني من ايدينا كل وحده يحكوا لها اسمها ويطلعوها هيك بدون لا يخلوا، حتى ما يدروش يستنوا بالمره يستنوها على الباب، يحكوا لها يلا جاهزه، ضلوا يستنوا في البيت لحتى طلعوها، سحبوها بنفس اليوم يعني خبرونا. واحنا كنا قاعدين على اعصابنا، في بنات كانوا حرام يعني جهزوا حالهم، كانوا متوقعين اليوم يروحوا، فقالوا لهم لا انتم مش بهاي الدفعه، فيمكن ان شاء الله باذن الله تكون الدفعه الثانيه ان شاء الله. بس ما بلغوا باقي الاسيرات بموعد؟ لا هلا بيبلغوهم بنفس اليوم، ما بيقبلوا يبلغوا بنفس اليوم، بيبلغوهم بنفس اليوم انهم بدهم يروحوا بنفس اليوم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. شو برجع بحكي شعور الحمد لله لا يوصف، الحمد لله، وعبال عند الجميع يا رب. وان شاء الله باذن الله ان القسام الحمد لله يبيض كل السجون باذن الله، ولا اسير يضل، وخاصه المؤبدات. يعني عن جد عن جد احنا صح طلعنا، بس هناك يعني فرحه ما كنا منقوصه لشهداء غزه، اول شغله لشهداء غزه، ثاني شيء للمؤبدات. نتمنى عن جد كنا نتمنى انهم يطلعوا باذن الله، انهم راح يطلعوا باذن الله تعالى. وشكرا كثير لكم، الحمد لكم يا ربي. وقلت لكم احنا اليوم خلص، احنا رجعت الفرحه برجعت مرح، وكل البكا البكي نكت عشان مرح مش موجوده معنا. فاحنا اليوم رجعنا عائله كامله، انا وابوها ومرح وموسى ونور وحلا، مبسوطين انها رجعت كثير. واحنا كنا متفقين ان احنا ننام كلنا اليوم مع بعض، فاحنا راح ننام كلنا اليوم مع بعض على نفس التخت، تنام جنبي لانه 8 سنين كثير، وهي لسه طفله، وهي بتزعل كنت احكي لها طفله، بس هي لسه طفلتنا المدلله يعني. يعني الطفله اللي عمرها 24 سنه الحمد لله بسلامتك. الله يسلمك يا رب. مرح، احكي لنا بالاول عن شعورك اليوم وعن شو تركتي وراكي في السجن.
شوفي زي ما حكيت برجع بأكد، يعني المشاعر عن جد مختلطة كثير وأنا مخربطة كثير، بس بنفس الوقت كثير سعيدة وكثير عن جد فرحانة كثير عن جد من قلبي إن أنا صرت برا، يعني لأنه بالنهاية هذا حق كل أسير وأسير إن هم يمارسوا حياتهم الطبيعية بعيدا عن جو السجون بعيدا عن عالم السجون الظالم. أحكي لك شو تركت وراي، أنا يعني طلعت من 7 يعني عزلوني من 17 وما بعرف شو وضع القسم، بس أنا هلا بعرف إن في 83 أسيرة جوا القسم، إحنا قسمنا ما بوسع غير 51 أسيرة، وهلا الأسيرات حرفين إذا نيجي نحكيها بالعامية فوق بعض، يعني حرفين الإشي مش مقبول بالمرة، في غرف توسع 4 فيها 10، يعني مش فارق معهم بالمرة الإدارة وين يحطوا البنات، في تنكيل كثير، بيتم التعامل مع البنات بطريقة سيئة كثير. اليوم كمان عرفت إشي كثير يعني أنا بعتبره بصراحة خطير على الحركة الأسيرة النسوية لقدام، لما اعتقلوا كمان كثير بنات من الداخل ومن الضفة. هلأ الأسيرات القدامى هم عمليا رح يروحوا، اليوم احنا روحنا 6 أسيرات من القدس و12 أسيرة تقريبا من الضفة، وغدا كمان إن شاء الله رح يتم الإفراج عن الباقي الناس الأقدمين. الناس اللي ضايلة أول شيء الإدارة حكت عنه إن هي ما رح يتم التعامل معهم زي ما تم التعامل معنا من قبل، فواضح إن هذا رح يكون في تنكيل كثير كبير، هذا الإشي بدل على خطر كثير كبير على الأسيرات قادم. عن جد أنا بطلب من الجميع إنه ما حدا يترك الأسيرات لأنه اللي جاي لقدام ما رح يكون سهل بالمرة. شاهد المشاهد الأولى لوصول الأسيرة سارة عبد الله إلى منزلها في نابلس، لنتابع. الأسيرة سارة عبد الله الأسيرة المحررة وصلت إلى نابلس إلى منزلها، أمام المنزل سجدت شكرا لله وتتحدث إذن عن موقفها وعن الظروف التي يعاني منها الأسرى وما زالوا في داخل السجون الإسرائيلية. بعد هذا المجد ثمنه غالي، هذا المجد ثمنه غالي، هذا المجد ثمنه غالي، الله أكبر.